أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة الإحاطة الجديدة للمبعوث الأممي في جلسة مجلس الأمن الأخيرة. مجددا عاد المبعوث الأممي إلى قاعة مجلس الأمن برؤيته الكلاسيكية التي لم تتضمن أي جديد فيما يخص مشروعه للحل في اليمن، سوى تمنياته هذه المرة بموافقة الميليشيا على إرسال وفدها للجنة التهدئة بعد أن حصل على وعد من الشرعية بإرسال وفدها. ومثل كل مرة يجتهد الرجل في توصيف المشهد اليمني، لكنه يعجز عن تقديم الحل والإشارة صراحة للطرف المعرقل، فعادة ما يلجأ إلى تحميل الأطراف مجتمعة مسؤولية الفشل، وهو ما ترى فيه الشرعية إجحافة، خاصة مع تعاونها المستمر معه وتقبلها للحل الذي ترى ضرورة استناده إلى المرجعيات الوطنية والدولية. نتوقف عند إحاطة المبعوث الأممي لنناقشها في محورين: ما الجديد في إحاطة المبعوث الأممي الأخيرة لمجلس الأمن؟ وما مدى إمكانية عودة المسار السياسي إلى الواجهة مجددا في ظل تحركات المبعوث الأممي والمتغيرات الدولية؟ نبدأ. يناقش مجلس الأمن الحالة في اليمن. بعد ثلاثة أشهر من غيابه عن مناقشات مجلس الأمن، عاد اليمن مجددا بأجندته المثقلة بالتحديات الأمنية والإنسانية ليحتل واجهة اهتمام المجلس. شكرا لإعطائي. إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن براون أعادت إنتاج التصور الأممي المتسم بالجمود حيال الأزمة والحرب في اليمن. حاول المبعوث الأممي أن يكون منصفا هذه المرة على الأقل في الجانب الإنساني، ولا يزال مدنيون في تعز يعانون من القصف العشوائي المتزايد على المناطق السكنية، فيما واصل ستيفن براون في مجمل مداخلاته الوقوف في الصف الآخر من الصراع عبر التضامن المبالغ فيه مع الجسور والبنى التحتية وتجاهله التام للأرواح التي تزهق في مدينة تعز نتيجة الحصار والقصف الذي لا يتوقف. حتى الآن تحققت الأمم المتحدة من 325 هجوماً على المدارس والمرافق الصحية والطرقات والجسور. إحاطة المبعوث الأممي في مقاربته للحل السياسي خالت من أي تطور هام، عدا وعوده بتقديم جدول زمني مفصل يعكس بحسب تعبيره التسلسل الزمني بحسب تصور الأمم المتحدة لأبرز المراحل السياسية والأمنية وتلاحقها. وسوف أقدم للأطراف جدولاً مفصلاً يعكس التسلسل الزمني بحسب تصورنا لأبرز المراحل السياسية والأمنية وتلاحقها، وأدعوهم إلى التحلي بالحكمة السياسية والمسؤولية الوطنية حتى نحقق التقدم الضروري في هذا الملف. وزع المبعوث الأممي انتقاداته بالتساوي على الإنقلابيين والحكومة الشرعية، حينما أكد أن قرار إنشاء حكومة موازية في صنعاء يضع عراقيل إضافية لمسار السلام ويؤثر سلبا على عامل الثقة بين الأطراف، تماما كما هو انتقاد الرئيس هادي المتواصل للمقترحات الأممية من دون القبول بمناقشاتها لتعديل بنودها بحسب تعبيره. المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني قدم مرافعة موضوعية رد فيها على التركيز المبالغ فيه على الأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرة الإنقلابيين. كثر الحديث عن المعاناة الإنسانية في مناطق سيطرة القوى الإنقلابية، ومع الأسف لا يتم الحديث عن ما يجري في تعز من مجازر. ونحن استمعنا إلى الملخص، كله يتلخص عن مناطق سيطرة الإنقلابيين، ونحن نؤكد أن الطرف الإنقلابي يمارس سياسة العقاب الجماعي ضد أبناء شعبنا في المناطق التي يسيطر عليها. السفير اليماني ركز في مداخلته على ما ارتكبه الإنقلابيون خلال العامين الماضيين من ممارسات فاقمت الوضع الإنساني، وطالب مجلس الأمن بممارسة الضغط على الإنقلابيين لتسهيل نقل الرواتب إلى الموظفين في مناطق سيطرة الإنقلابيين. على المستوى السياسي، أعاد السفير اليماني التأكيد على أن الحل يكمن في المرجعيات التي حكمت الانتقال السياسي السلمي في البلاد. أن الحل يكمن في المرجعيات التي حكمت الانتقال السياسي السلمي في اليمن. ومن هنا فإن أي مبادرات وأفكار تتجاوز هذه الثوابت لدى الشعب اليمني ليست مقبولة ولا منطقية ولا تحقق السلام ولن تمر، لأنها لا تستوعب تعقيدات المشهد اليمني
وتنزع إلى تسطيح الحل. جلسة أخرى لمجلس الأمن موضوعها الوقوف على المستجدات في ملف العقوبات المفروضة على مرتكبي الانتهاكات ومعرقلية التسوية السياسية تعيد اليمن مجددا إلى دائرة الضوء، لكن دون أمل بحلحلة قريبة للأزمة التي باتت ثقيلة جدا على اليمنيين. إذن ينضم لنا مشاهدينا الكرام من شفيلد الدكتور عيدروس النقيب رئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام. مساء الخير دكتور. أهلا بك دكتور. دكتور عيدروس هل تسمعني؟ إذن إلى حين أن ينضم لنا الدكتور عيدروس النقيب، كانت بالأمس هناك جلسة لمجلس الأمن تحدث فيها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ حول ما جرى في اليمن من وجهة نظره بطبيعة الحال، وكان هناك رد وتعقيب من قبل السفير خالد اليماني على هذه الإحاطة. من أبرز ما قاله إسماعيل ولد الشيخ في إحاطته لمجلس الأمن بالأمس، قال أن هناك تصعيد للعمليات العسكرية أثر بشكل مريع على الشعب اليمني، تحدث على أن المدنيين في تعز لا يزالون يعانون من القصف العشوائي على المناطق السكنية. تحدث على أنه هو إسماعيل ولد الشيخ ما زال يؤمن أن الحل لا يمكن أن يكون عسكريا، كما تحدث على أنه يرحب بتجاوب الحكومة اليمنية وموافقتها على إرسال ممثليها للمشاورات، ويتمنى أن يوافق الحوثيون ومؤتمر الشعب العام طرف المخلوع صالح لتأكيد حضور ممثليهم. إذن تنضم لنا مشاهدينا الكرام من القاهرة الكاتبة والباحثة السياسية الأستاذة ميساء شجاع الدين. مساء الخير أستاذة ميساء. أهلا فيك. أهلا بكم أستاذة ميساء. يعني هناك 3 أشهر المبعوث الأممي عاد مرة جديدة الآن إلى مجلس الأمن بعد 3 أشهر من آخر إحاطة، برأيك ما هو الجديد في إحاطة هذه المرة؟ تقريبا لا جديد غير أنه الإنذار الشديد يعني على مسألة الأزمة الإنسانية في اليمن. نعم. وانه وضع الازمه الانسانيه شديد الصعوبه، انه وضع شديد الصعوبه، وانه اليمن مهدده بمجاعه، لكن لا جديد عن من الناحيه السياسيه. طيب هل هناك فيما قدمه او فيما يعني يكتنف الحوار الان والجهود السياسيه بشكل عام والوضع عالميا، يعني سواء بعد انتخابات ترامب او حتى ما يدور في المنطقه بشكل عام، هل هناك إمكانية للعودة للمسار السياسي بشكل جدي أكثر؟ لا، الإدارة ترامب لم يعني لا زال صعب الحكم عليها، لأنها حتى الآن لم تستلم ملفاتها وزارة الخارجية، ولا زال مبكر الحديث عن إدارة ترامب والتغيير الذي سيحدث عليها. لكن بالتأكيد ترامب هو توجهها أكثر، حيكون أكثر تركيز نحو فكرة الإرهاب والقاعدة، لكنه أيضا في مجموعة متناقضات بيتحرك فيها ترامب، من بينها هي عداوته مع إيران، وفي نفس الوقت أنه متشدد في مسألة الحرب ضد الإرهاب، وبيحمل السعودية لحد ما المسؤولية في هذه القصة، فهو عنده أجندة متناقضة. صعب أن احنا نتنبأ إيش الممكن يقدمه ترامب أو إيش التغيير الممكن يقدمه ترامب. نعم. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذة ميساء. يعود لنا الدكتور عيدروس النقيب. مساء الخير مجددا دكتور. أهلا مساء النور يا مرحبا. أهلا بك دكتور. أعطنا تقييمك لما ورد في إحاطة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ بالأمس في جلسة مجلس الأمن. شكرا جزيلا لك ومساء الخير عليك وعلى ضيوفك الكرام وعلى جميع المشاهدين. الحقيقة أن معدل التفاؤل الذي كان عند الكثير من الناس حول إحاطة ولد الشيخ قد تراجع كثيرا. شخصيا كنت لم أكن أتوقع أن يقدم الحقيقة كاملة، لأننا نعرف أن موظفي الأمم المتحدة هم مجموعة من البيروقراطيين الذين يشخصون أو يقدمون يحاولون تحليل القضايا بتناولها وكأنها نزاعات بين متنازعين، بين أصحاب حق متنازعين، وليس قضية انقلاب كما يعني كحالة اليمن مثلا، انقلاب على سلطة شرعية بالقوة المسلحة، ثم يأتي مندوب الأمم المتحدة ليساوي بين الطرفين المنقلب والمنقلب عليه. لكن للأسف الشديد هذا التوقع كان الناس
بعدما طردا من صنعاء. عمليا كل اللي حصل انه رفضوا مقابلته ورفضوا التعاون معه ورفضوا التفاهم معه وشنوا عليه هجمه كبيره من الشتائم والاتهامات. وكانت المكافاه انه قدم الانقلابيين والرئيس عبد الرب منصور على مستوى على يعني متساويين، بل انه يعني اتهم الرئيس عبد الرب منصور بقضايا بالحقيقة لم تكن ذات معنى وذات يعني، مثل القول بأنه عبد الرب منصور يشن حملة دعائية انتقادية ضد المشروع الذي هو مرفوض أصلا شعبيا ومرفوض حتى منطقيا وقانونيا، مشروع كيري الذي سوغه ولد الشيخ. واعتقد ان عبد الرب منصور هو المذنب، وليس ان المشروع غلط ولا يمكن ان يمشي، وان عبد الرب منصور كان محترما في التعامل معه، وبالتالي كانت التهمه لعبد الرب منصور بدلا من اتهام الحوثيين الذين رفضوا ان يقابلوا بصنعاء الا اذا قابل وزير خارجيتهم الذي هو اصلا غير شرعي، والانقلاب كله غير شرعي وما يترتب عليه. عموما يعني في تقييمي انه إحاطة ولد الشيخ أمام مجلس الأمن لم تختلف في شيء عن الإحاطات السابقة، وفي تصوري بدأت أوصل إلى قناعة أن ولد الشيخ هو نفسه يريد القضية أن تستمر طويلا حتى ينهك الطرفان، ولا يسعى إلى تقديم مشروع لحل المشكلة، بل أنه يراهنون على أن الطرفان ينهك ثم يبحثان عن حل توفيقي. المنهجية المتبعة في كل لدى كل مبعوثي الأمم المتحدة أنهما يساوون بين الضحية والجلاد، بين المنقلب والمنقلب عليه، بين صاحب الحق وصاحب الباطل، على طريقة قلت اليوم أنا في مقالة نشرتها البارحة واليوم أنه على طريقة أخواننا في صنعاء عندما تستوي حادثة مرورية يقول لك ثلث ثلثين أو كل واحد يسوي سيارته. هذا ما يصيرش في مسألة انقلاب على دولة وتدمير بلد وقتل المواطنين وتدمير مدن فوق أهلها وإيقاف العملية التعليمية وإيقاف الحياة الخدمية وتجويع الناس وتحويل البلد إلى خرابة. هذا لا يجوز، يجب البحث على الجاني ومحاسبته ومساءلته، وليس المساواة بين الجاني والمجني عليه. طيب دكتور، دعني أنطلق من هذه النقطة تحديدا لسؤال الأستاذة ميساء شجاع الدين، وأرجو أن تتفضل أنت بالبقاء معنا. تحدث الدكتور عيدروس النقيب أستاذة ميساء على أنه يرى أو زادت قناعته بأن ولد الشيخ يريد إطالة أمد الأزمة حتى ينهك الطرفين بشكل أو بآخر، هل تتفقين مع ذلك؟ إطالة أمد الأزمة صعب، هو يحتاج لتحقيق نجاح مهني في هذه المسألة، دعنا من مسألة سياسية، حتى هو على بالنسبة لك كسجل شخصي هو يحتاج لتحقيق نجاح في حل هذه الأزمة مثل ما فعل سلفه بن عمر. لكن مسألة إنهاك الطرفين، فالطرف اللي ممكن إنهاكه هو السعودية، لكن الحوثي في الأخير هو ميليشيا يمكنها العيش في حرب لمدة 20 سنة، لن ينهك أبدا، ليس لديه مسؤولية تجاه المجتمع، وليست لديه التزامات مع المجتمع الدولي، وبالتالي هذا الوضع بالنسبة له ممكن يكون مريح جدا. أما السعودية فلديها التزامات دولية، لديها دولة لها التزامات اقتصادية أخرى، بالتأكيد الموضوع ممكن ينهكها إلا إذا هي استطاعت أن تحقق نجاح عسكري ما يخنق الحوثيين، سواء من حيث النجاح عسكري مثلا في الحديدة، لأن الحديدة ممكن تخنقهم، ممكن نجاح عسكري في صنعاء، لكن الحديدة طبعا أكثر واقعية أو منطقية تحقيق نجاح فيها. غير كذا لا أتوقع أنه ممكن يحدث تسوية سياسية إلا إذا كانت تنازلات كبيرة جدا للحوثي، حتى بمعدل التنازلات الكبيرة هذا ممكن أيضا صعب. طيب نعم طيب، يعني أتوقع أنه الحل بالنسبة للسعودية هي أما سوف تستنزف تنسحب من الحرب، يا أما أنها تصلح لأنها تحقق نجاح عسكري ما يجبر الحوثيين على التنازل، وهذا طيب. وارد غير إلا لو خسروا أي الحديدة مثلا، يعني لأنه صنعاء ممكن نقول تضاريسها صعبة وحاضنتها القبلية صعبة جدا. طيب أستاذة ميساء، هناك من يطرح على أن في الإحاطة كان هناك جديد نوعا ما في حديث ولد الشيخ عن الوضع الإنساني والسكان المدنيين بداخل مدينة تعز، الذي يعني ربما يعد تحميلا مباشرا بشكل أو بآخر
ميليشيات الحوثي لتفاقم الوضع هناك، هل يمثل ذلك من وجهة نظرك؟ لكنه أيضا مثل ما تكلم على تعز وتكلم على مطار صنعاء اللي مغلق من قبل التحالف، وتكلم على الوضع الإنساني من بشكل عام، يعني اللي فهمته يعني أو الذي رأيته يعني. هنا من الضغط على المجتمع الدولي لكي يضغط على الدول الإقليمية التي لها ارتباطات بكل الطرفين، يعني سواء إيران بالنسبة للحوثي أو بالنسبة للسعودية ممكن الضغط على أمريكا والغرب الذي ممكن يعني بيورد لها الأسلحة. فلا أعتقد أن المسألة تزيد عن هذا أو أنها نوع من طلب المساعدات المالية الأكبر، أنهم ضخ مساعدات مالية ضخمة جدا. الآن البنك الدولي بيتكلم على نصف مليار دولار ضخ مساعدات إنسانية لليمن، وهذا حيكون عن طريق الأمم المتحدة. طيب دعيني من هذه النقطة أو نقطة أخرى أعود لها للدكتور عيدروس النقيب، وهي هذا النوع من الغموض في عدم تحديد طرف معين لتحميله المسؤولية من قبل إسماعيل ولد الشيخ، وهو المبعوث الأممي، يعني من يفترض به أن يحل هذه الأزمة أو يصل مع بقية الأطراف إلى نوع من الحل أو التسوية، هل هذا الغموض سيسهم في تأخير أمد الحل كما ترى ذلك دكتور؟ شكرا جزيلا. يعني هو الحقيقة يعني كما أشرت أنا أن يعني كل الاستعراضات السابقة والتقرير البارح أو يعني إحاطة البارح كانت عبارة عن تقديم النتائج بمعزل عن الأسباب، يعني لاحظ أنه دائما وهذه طبيعة مبعوثي الأمم المتحدة أنه يتناول المأساة. الحقيقة التقرير تضمن مجموعة من المشاهد المؤلمة والتي لم يكن أحد يتمنى، يعني شخصيا أنا لم أكن أتمنى أن تكون صنعاء تحت الحصار وأن يتعرض أهلنا في صنعاء للقصف والتدمير، مع أن الأقرار التي يتعرض لها المدنيون قليلة جدا يعني وغالبا هي نتيجة أخطاء، بعكس ما جرى في عدن ويجرى اليوم في تعز ويجرى في مناطق كثيرة حيث الحوثيون يحاصرون البريء والأثيم والعسكري والمدني الصغير والكبير. تقرير بن عمر البارع تقرير ولد الشيخ قدم لنا النتائج لكنه عزلها عن أسبابها، لم يقل لنا لماذا في مجاعة في اليمن، لماذا في فقر في اليمن، لماذا العملية التعليمية معطلة، من المتسبب في هذا، من الذي أدى إلى تدخل حتى السعودية، حتى الأخوة الذين يتحدثون عن السعودية بأن السعودية يعني هي الحرب ليست بين اليمن والسعودية، السعودية تدخلت مضطرة وبناء على طلب الرئيس الجمهورية، ولو لم تتدخل السعودية لكانت قد حلت الكارثة في اليمن. الحقيقة يعني هذا التدخل يمكن النظر إليه على أنه تدخل حميد يعني محمود. نأتي إلى الحل، موضوع الحل. نعم. يعني سيكون من غير الواقعين أننا ننتظر من ولد الشيخ أن يقدم لنا حلول جاهزة للمشكلة اليمنية، وربما كان هو محقا عندما قال أن المجتمع الدولي هو مجرد ميسر، مجرد مساعد مسهل، وليس أن الحل بيد اليمنيين. هذا صحيح، لكن اليمنيين يعني الطرف المعتدي يريد له إجراءات رادعة وحازمة من أجل إيقاف الاستهتار وإيقاف الجرائم التي يرتكبها في حق الناس. هذا لم يتضمنه تقرير ولد الشيخ، لم يجرؤ ولد الشيخ ليقول أنهم رفضوا يقابلوه وأنهم واجهوا باتهامات وأنه يعني قالوا عنه ما لم يقله مالك في الخبر، يعني بعد مغادرته وقبل مغادرته صنعاء، وانه كل اللي عمله في صنعاء انه قابل هشام شرف. طيب الموضوع اذا لا اتوقع انا ان ولد الشيخ سيعمل حل للقضيه اليمنيه. طيب في المقابل دكتور، نعم في المقابل يعني في ذات الوقت أو في ذات الجلسة تحدث السفير خالد اليماني سفير اليمن في الأمم المتحدة، وتحدث على أن على أكثر من نقطة من أبرزها أن صالح يعني ركز على أن المخلوع يستغل ما نهبه من أموال غسيلية وتغذية الإرهاب في اليمن، وكذلك تحدث على أن العمليات العسكرية في نهم
تجعل من غير الممكن إعادة فتح مطار صنعاء، يعني حرصا على سلامة المواطنين وما شابه، وأنهم لا يستطيعون تقديم ضمانات لأي يعني تحركات ملاحية جوية، وأن هناك 3 مطارات في اليمن يمكن استغلالها أو لأي مواطن السفر عبرها، وكذلك تحدث على أنه هناك مخاوف من استمرار سيطرة الإنقلابيين على ميناء الحديدة. برأيك هل حاول خالد اليماني الرد بشكل غير مباشر على ولد الشيخ، على أطروحات ولد الشيخ وما وصفته أنت بالمماطلة هذا؟ أعتقد أن ما أشار إليه السفير الجمهوري اليمني يعني كان واقعيا، يعني اليمن يعني مناطق سيطرة الحوثيين هي مناطق صغيرة لكنها مكتظة بالسكان ومكتظة بالعمران، وبالتالي هناك مخاطر كبيرة من حصول أخطاء كثيرة في مثل هذا الأجواء في ظل حرب وفي ظل قصف متبادل بين الطرفين اليمنيين دعك من طيران التحالف وما يقوم به، وبالتالي أعتقد أنه كان واقعيا في هذا القضية. بينما في مطارات شغالة في اليمن يستطيع اليمنيون صحيح بقليل من التعب مثل ما تعب الآخرون يعني أثناء الحرب على عدن وأثناء الحرب وما زالت الحرب على أثناء الحرب على شبوة ولحد وأبين، كان المواطنون يسافرون عبر الوديعة، كانوا يسافرون إلى الآن ما زالوا يسافرون كثير من الجنوبيين اليمنيين بشكل عام يسافرون عبر صلالة، فإذا يعني تستخدم هذه المطارات هذه فارق. لكن في نقطة مهمة وهي قضية اللي أشرت لها أنت في سؤالك واللي تتعلق ب تمويل الإرهاب. تمويل الإرهاب هي قضية يعرفها القاضي الداني في اليمن. علي عبد الله صالح استثمر الدولة اليمنية من أجل تحقيق من أجل جني المليارات عن طريق استخدام السلطة. واستخدم هذه المليارات من أجل تعزيز نفوذه وهيمنته باستخدام كل الطرق المشروعة وغير المشروعة بما في ذلك الاستثمار في القاعدة. والكل يعلم يا أخواني، وهذا الموضوع أنا قلته أمام الأمريكيين مندوبي السلطة الأمريكية، كان علي عبد الله صالح حتى قبيل حادثة السفينة CNN كول، نعم، قبل حادثة كول كان يستلم أقل من 100 مليون لمقاومة الإرهاب، بعدها ارتفع المعدل إلى 130 مليون سنوياً ثم إلى 150 مليون. نعم. أي شخص زي علي عبد الله صالح سيصنع إرهاب لو لم يكن لديه إرهاب، لأن دي ملايين والملايين هذه تسخر في ضمن ثروته المالية، وبالتالي هو سيصنع إرهاب حتى لو لم يكن لديه إرهاب. طيب دكتور، دعني في هذه النقطة تحديدا أنتقل أو أعود إلى الأستاذة ميساء شجاع الدين. أستاذة ميساء، حديث خالد اليماني عن استمرار استفادة المخلوع مع تزامن الحديث عن تقرير لجنة العقوبات التي قد تدرج أسماء جديدة فيها مرتبطة بالمخلوع صالح ومرتبطة بزعيم ميليشيا، هذا الأمر هل هو نوع من الاستجابة السريعة الدبلوماسية البديهية للشرعية مع ما يجري سواء في دهاليز الأمم المتحدة أو على الميدان في الأرض اليمنية؟ طيب إذا فرضت عقوبات إضافية ما هو النتيجة؟ يعني اليمن قدامها سيناريوهين، يا أما أنه يكون هذا الوضع يستمر، والآن إحنا أمام سيناريو الضفة الغربية وغزة، غزة بالشمال والضفة الغربية بالجنوب مع استمرار التوتر في تعز، يا أما أمامها سيناريو التسوية على أساس، وهذا محتاج إلى تقدم عسكري ما يضغط على الحوثي بشكل أفضل من هكذا. فيما عدا ذلك يبدو أنه أنا لا أرى هذا كله مشتي، يعني مسألة أنهم يعملوا عقوبات إضافية على أشخاص إضافيين، الكل مفاوضات، في كل جولة مفاوضات بيتم الحديث عن كيفية رفع العقوبات عن علي عبد الله صالح مقابل تحييده في هذه الحرب، مقابل وقف هذه الحرب، فبالتالي مع أي تسوية ممكن هذا ببساطة هذه العقوبات تسقط، وهذا حصل، يعني هذا حصل، يعني الأمم المتحدة لما تنصب قراراتها على شيء معين هي أحيانا تتراجع، يعني هي قرارات الأمم المتحدة مش نهائية، يعني في النهاية حصل أنها تعدلت قرارات الأمم المتحدة، حصل أنها تغيرت، حصل إن تعديلات لقرارات معينة، فممكن هذا يحصل مع أي تسوية. من ناحية سياسية هذا لن يؤثر،
من ناحية الضغط الشخصي أتصور أن علي عبد الله صالح صار الآن قادر يرتب أموره خلال الحسابات، والآن عليه عقوبات قبل أكثر من سنتين، وبالرغم من هكذا لا زال قادر يصرف، قادر ينفق على أنه على هذه الحرب. فمسألة ما أعتقدت أنها مجدية من ناحية سياسية. طيب، كثيرا في هذه النقطة هل كان من المجدي للسفير خالد اليماني حديث عن ميناء الحديدة وكيف تستغله ميليشيات الانقلاب في تغذية الصراع بشكل أكبر؟ عفوا ما سمعتش السؤال كويس. الحديث عن حديث خالد اليماني حول كيفية استغلال ميليشيات الانقلاب لميناء الحديدة في تغذية الصراع، هل كان موفقا في هذه النقطة بالبناء على ما تفضلت به قبل قليل؟ هذا معروف، هذا أكيد، هي في الأخير ميليشيا، وهي أصلا ميليشيات الحوثي هي من زمان هي منخرطة في شبكات التهريب وسوق السلاح في صعدة من أيام حرب صعدة ومن قبل حرب صعدة أصلا، فهذا شيء طبيعي، هذا شيء مفهوم يعني. لكن هذا أيضا لا يضيف شيء، يعني هذا في الأخير ميليشيا هي وجودها أصلا خارج القانون، وهي حاليا غير معترف بها دوليا حاليا، لكن يعني هذا شيء لا يضغط على الميليشيا. ما الذي سيفعله المجتمع الدولي في حال أن الميليشيا تستغل ميناء الحديدة؟ ما الذي سيفعله المجتمع الدولي؟ علينا ألا نعول على المجتمع الدولي أكثر من اللازم، يعني في النهاية المجتمع الدولي هو بيتحرك في حدود الواقع، في حدود الذي يحدث على أرض الواقع. على أرض الواقع الميليشيا متحكمة بأجزاء واسعة من اليمن الشمالي، بغالبية اليمن الشمالي الذي يسكنه 70% من سكان اليمن، وهذا اللي حاصل، هذا هو الواقع. المجتمع الدولي ليس لديه حل آخر يعني. طيب، وفقا لما تفضلت به أستاذة ميساء، وفقا لما تفضلت به الآن، ما المجدي الآن ليتم فعله سواء من قبل الشرعية في إطار هذه، في إطار الغموض السياسي والمساعي غير المجدية في نهاية المطاف، ما الذي يجب فعله الآن؟ الشرعية هي ليس أمامها كثير تقوم فيه بالذات في الشمال، غير أنها إذا نجحت في إدارة العملية معركة عسكريا بحيث أنها تحقق تقدم عسكري موجع يجبر الحوثي على التسوية، لكن فيما عدا ذلك هي ليس لديها أمامها إلا خطوات سياسية معينة، ما مثلا خطوة تسليم المرتبات، خطوة مهمة جدا في أنها تطبع علاقتها مع جزء من المجتمع متضرر بشدة. برضو طبعا الوضع في عدن والجنوب مهم جدا أنها تديره بشكل ناجح. هذه الأشياء اللي ممكن تقوم بها الشرعية، ممكن أنها تقوم بحملات دبلوماسية واسعة، هذا كلها أشياء لم تقوم بها الشرعية لكنها قادرة أنها تقوم فيها، وهذا يقوي من وضعها التفاوضي بشكل كبير جدا، ويقنع العالم بعدالة قضيتها. لكن لما الشرعية تكون فاسدة، لما تكون الشرعية غارقة في المحسوبية، لما تكون الشرعية غايبة في الرياض وليس لا تدير الأمور في عدن، فبالتالي العالم ينظر إليها كأنها يعني فاقدة للشرعية أصلا، يعني في النهاية العالم لا يتعاطف معها ولا ينظر لقضيتها بأنها فعلا صاحبة حق فيه. إذن أشكرك الأستاذة ميساء شجاع الدين الكاتبة والباحثة السياسية، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. وأعود بسؤال أخير إلى دكتور عيدروس النقيب. دكتور عيدروس، الآن وفق المتغيرات الدولية الحاصلة، وفق هذه الإحاطات بمجلس الأمن، ما هو الممكن للدفع باتجاه حل سياسي، أو ما هي فرص الحل السياسي في اليمن بعجالة إذا سمحت؟ شكرا جزيلا. يعني شوف، هي ما في علم الفلسفة يقولون لا يوجد سؤال ليس له جواب، ولا توجد مشكلة ليس لها حل. نعم. لكن الحل يتوقف على معطيات الواقع على الأرض. الحقيقة أنا أعتقد أن الشرعية لديها كثير من الممكنات لكنها لم تستخدمها، تعقيبا على حديث الزميلة بأنه إيش بتسوي الشرعية. الشرعية للأسف الشديد، نحن عندما نتكلم عن الطرح الانقلابي لا يعني أننا راضون عن أداء الشرعية. الشرعية أداءها قريب من الزيرو، يعني شرعية لديها 80% من الأرض ولم تستطع أن تحمي المدن المسكونة. الإرهاب منتشر داخل عدن وداخل أبين وداخل محافظة أبين بالمناسبة، وهذا نداء أوجهه للرئيس عبد الرب منصور. هذه محافظة أبين على وشك السقوط ويدي الإرهابيين، عصابات لا تدري من هي، هل هي القاعدة، هل هي داعش، هل هي مسلحون متمردون قبليون، وهذا ينطبق على كثير من المناطق. الشرعية انشغلت بالأداء البيروقراطي العادي، وأعتقد أن أجزاء كبيرة من أفرادها انشغلوا بالفساد حقيقة، وهذا وهذه يجب أن يعرفوها. الفاسدون انقسموا بين علي عبد الله صالح وعبد الرب منصور، هذه أشرت لها أنا في مقالة سابقة، لدات شرعية نقاط تفوق كبيرة لكنها لم تستخدمها، منها على وجه الخصوص
انظر ما جرى في 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 من المحاض في باب المندب. لو ان هناك عزيمه شديده يستطيع الاخوه المؤيدون للشرعيه ان يحققوا انتصارات مثل ما جرى في المدخل الغربي للبحر الاحمر. إذن وضحت الفكرة دكتور. أشكرك دكتور عيدروس النقيب رئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من بريطانيا. بهذا مشاهدين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، شكرا لكم على حسن الإنصات والمتابعة. هذه تحياتي أنا وجيه السمان والزميل ماهر أبو المجد منتج الحلقة وبقية أفراد الطاقم الفني. إلى اللقاء.